استخدام التقنية تعزز استمرار الابتكار والتقدم التكنولوجي. ستصبح هذه التقنية جزءا أساسيا من استراتيجية التحول الرقمي. تعقيد هذا يتطلب وضع أدوات متطورة للحصول على البيانات ومراقبتها وتحليلها. هذا كان أهم تحدياته. تقليل الخسائر المالية الناتجة عن عمليات النصب والاحتيال، ولهذا دائما نوصل الجمهور بالتريث وعدم التفاعل مع أي رسالة تتطلب دفعا أو إجراء سريعا. الجيل السادس راح يحقق قفزة نوعية مختلفة عن الأجيال القادمة. أنا في دولة الإمارات ارتئينا أن نشارك في صناعة الجيل السادس من خلال تعاوننا وشراكاتنا مع المختبرات الوطنية الموجودة عندنا في دولة الإمارات. مرحبا بكم في حوارنا اليوم، حيث يسرنا استضافة نخبة من مهندسي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدرة للحديث عن مجموعة من مشاريع قطاع الاتصالات التي تعرضها تدرة خلال مشاركتها في معرض جايتكس جلوبال 2024 لاستعراض أحدث الابتكارات في حكومة الإمارات. سنكون معكم اليوم في رحلة مثيرة لاكتشاف عالم التطبيقات والتقنيات الرائدة. بداية، ما هي هذه المشاريع الاستثنائية والمتعلقة بقطاع الاتصالات؟ لدينا مجموعة قيمة من المشاريع، منها مشروع التوأم الرقمية وصائد الاحتيال الرقمي وشبكات الجيل السادس. بداية، نبدأ مع المهندس محمد آل علي، مهندس أول استمرارية الأعمال والمرونة، سيعرفنا أكثر عن التوأمة الرقمية. مرحبا بك مهندس، هل لك أن تشرح لنا ما هو مشروع التوأمة الرقمية؟ في عام 2023 أطلقت الهيئة هذا المشروع وهو التوأمة الرقمية، الذي يتيح إنشاء بيئة افتراضية للواقع عن طريق البيانات ودراسة وتحليل للتحديات التي تطرأ على قطاع الاتصالات. هل لك أن تخبرنا مهندس كيف تم اختيار هذا المشروع؟ تم اختيار مشروع ضمن من المشاريع التحولية التي يتم اختيارها بالشكل السنوي بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وهذا المشروع يعكس مدى تعزيز الابتكار والتطوير في قطاع الاتصالات. وما الذي يجعل مشروع التوأمة الرقمية مشروعا فريدا ومهما؟ التوأمة الرقمية بإمكاننا استخدامها لوضع سيناريوهات واقعية لاختبار كفاءة الأنظمة في قطاع الاتصالات، وهذه التقنية تضمن استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات بكفاءة عالية. ومن هنا يأتي الدور المحوري لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي. جميل جميل، وما هي الأهداف الرئيسية لهذه المنصة الرقمية؟ وما هي القطاعات أيضا المستهدفة؟ الهدف الرئيسي من إنشاء منصة توأمة الرقمية هو تحقيق بيئة رقمية متكاملة وآمنة تعتمد على تقنية التوأمة الرقمية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لتحليلها واستخراج أفضل الحلول للتعامل مع الأحداث. وما هي القطاعات المستهدفة بشكل موسع؟ كمرحلة أولى ثلاث قطاعات رئيسية، وهم قطاع الاتصالات وقطاع النقل وقطاع الطاقة، ويهدف إلى تحسين كفاءة تشغيلية لهذه القطاعات. وما الذي تقدمه المنصة للمستخدمين؟ المنصة تعتبر ثورة في طريقة استكشاف الخدمات عن طريق المنشآت، وهي صورة ثلاثية الأبعاد، الواقع المعزز، بالإضافة إلى زاوية درجة 360 للمبنى ككل من الداخل والخارج. مهندس، ماذا عن المميزات؟ ما هي المميزات الرئيسية للمنصة؟ للتوأمة الرقمية عدة مميزات، ويمكن حصرها بأهم المميزات، هي تصوير نسخة ثلاثية الأبعاد للمبنى أو المنشأة أو للخدمات ككل والبنية التحتية، أيضا إدارة الأصول، أصول البنية التحتية نتكلم عنها، وأيضا دمج بيانات وتحليلها لوضع سيناريوهات
التي لا يمكن تطبيقها في أرض الواقع ويمكن تطبيقها في العالم الافتراضي أو التوأمة الرقمية. أيضا يمكن اتخاذ القرارات الصحيحة أو دراسة مدى تأثير هذه القرارات على البنية التحتية قبل تطبيقها في الواقع الواقع الحقيقي. مهندس، بالإمكان القول أن مشروع التوأمة الرقمية يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر انقطاع الخدمات، أليس كذلك؟ صحيح صحيح، وذلك عن طريق توفير تحليل دقيق وفوري. ويمكن أيضا للمنصة وضع السيناريوهات والتعرف على المخاطر واتخاذ التدابير المنع قبل وقوع هذه المخاطر على البنية التحتية. وكيف يتم ضمان الأمان في هذه المنصة الرقمية؟ الأمان هو جزء أساسي من تصميم المنصة، والمنصة تم إنشائها من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن السبراني مع تشفير البيانات وإجراء الاختبارات قبل إطلاقها. كيف تتفاعل التوأمة الرقمية مع تقنيات إنترنت الأشياء؟ وأيضا سؤال آخر، هل يمكنك توضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع؟ نقدر نقسم السؤال إلى قسمين. إنترنت الأشياء يمكن الاستفادة منها عن طريق ربط الأجهزة والشبكات. عن طريق الربط هذا يمكن جمع البيانات وتحليلها. أما باستخدام الذكاء الاصطناعي، استخدامات الذكاء الاصطناعي في التوأمة الرقمية يساعد في التنبؤ وعملية التحليل للأخطار قبل وقوعها، مما يساهم في عملية المنع، تعزيز إجراءات عمليات المنع للأحداث والمخاطر. وكيف ترى مستقبل التوأمة الرقمية في الإمارات مهندس؟ بإذن الله مستقبل مشرقا. استخدام التقنية تعزز استمرار الابتكار والتقدم التكنولوجي، ستصبح هذه التقنية جزءا أساسيا من استراتيجية التحول الرقمي. بإذن الله. برأيك مهندس، كيف تساهم التوأمة الرقمية في تصور نماذج ثلاثية الأبعاد للمدن؟ وأيضا كيف تساعد في إدارة البنى التحتية وإدارة الأصول؟ التوأمة الرقمية توفر نسخ ثلاثية الأبعاد ذات طابع دقيق للمدن والمناطق والمباني والبنية التحتية، وهذه النسخ تساهم في استكشاف العناصر بشكل تفاعلي. بخصوص إدارة البنية التحتية وإدارة الأصول، تساهم التوأمة الرقمية في مراقبة وأداء البنية التحتية مثل شبكات الاتصالات وأنظمة النقل والطاقة وغيرها، وهذه المراقبة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الأنظمة، وتوفر أيضا اتخاذ القرارات السليمة والفعالة. وكيف يتم زيادة الكفاءة التشغيلية؟ وهل تقلل التكلفة؟ بخصوص تقليل التكلفة التشغيلية، يتم ذلك عن طريق المحاكاة الافتراضية، ويمكن تقليل الزيارات الميدانية بنسبة 30%، وهذا يقلل من تكلفة التجارب الواقعية، ويسمح بإجراء اختبارات متزامنة ومتعددة في بيئة افتراضية دون تأثير على الأنظمة أو العمليات اللحظية للمنشأة. جميل. كغيرها من المشاريع مهندس، عرفنا على بعض التحديات أو قصص النجاح في عمليات الشبكة الافتراضية وصيانتها. للإجابة على السؤال راح نأخذها على ثلاث مراحل: التحديات والحلول التي تم وضعها والنتائج التي توصلنا لها. التحديات: تعقيد شديد لشبكة الاتصالات. التعقيد هذا تطلب وضع أدوات متطورة للحصول على البيانات ومراقبتها وتحليلها، هذا كان أهم تحديات. وأيضا أمن المعلومات هذه. ولحل هذه التحديات تم تنفيذ برامج تصوير ثلاثية الأبعاد، تدريب الموظفين على استخدام هذه الأدوات بشكل فعال للمراقبة، استخدام أفضل البرامج لتحليل البيانات بالإضافة إلى ضمان أمنها، البرامج الخاصة في أمن السبراني، وتطوير بروتوكول واضح لمعالجة هذه البيانات
والمحافظة على خصوصيتها. بعد وضع الحلول هذه خلصت النتاج إلى تحسين الكفاءة وسرعة في تحديد وحل المشكلات، تعزيز القدرة على التنبؤ على الأعطال الشبكة قبل وقوعها، تقليل حاجة إلى الزيارات الميدانية. شكرا لك مهندس محمد آل علي على تحدثك وتعريفك لنا عن التوأمة الرقمية. شكرا لكم وأنا سعيد للقاء معكم. ننتقل الآن إلى مشروعنا الثاني مع المهندسة سارة الأحمد، مهندس أول التراخيص والربط البيني، وهو صائد الاحتيال. فما الذي يعني هذا المشروع صائد الاحتيال الرقمي؟ صائد الاحتيال الرقمي أو الفرود هانتر هو عبارة عن منظومة رقمية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الاحتيال الرقمي من خلال تحليل صور الرسائل النصية، البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من الاحتيال وتقليل الخسائر المالية. فالجمهور يتوقع بعد تحليل الصور تلقي ملخص مختصر يوضح إذا كانت الرسالة آمنة أو مشبوهة، مع توصيات باتخاذ إجراءات مثل حذفها أو الإبلاغ عنها، وتوجيهات لتعزيز الأمان مثل تفعيل المصادقة الثنائية. كما سيتم خلال جايتكس استعراض نموذج اختباري للجمهور بهدف تجربة النظام وإضافة الملاحظات التطويرية. وما هي أهدافه مهندسة، وما هي أهم توصياتكم للجمهور؟ تتمثل أهداف الفرود هانتر في أولاً تحسين الأمان الرقمي للمستخدمين من خلال الكشف المبكر عن الرسائل الاحتيالية. ثانياً تقليل الخسائر المالية الناتجة عن عمليات النصب والاحتيال. ثالثاً تعزيز وعي المستخدمين بمخاطر الأمن الرقمي وكيفية التعامل مع الرسائل المشبوهة. رابعاً وأخيراً دعم ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة. ولهذا دائما نوصل الجمهور بالتريث وعدم التفاعل مع أي رسالة تتطلب دفعا أو إجراء سريعا، والتأكد من أمانها عبر التواصل مع الجهة المرسلة من خلال القنوات الرسمية بدلا من الضغط على الروابط. ماذا عن خيارات التنفيذ التي ستكون متاحة بعد الإطلاق، ما هي؟ خيارات التنفيذ للفرود هانتر ستكون عبر عدة قنوات، وستكون متاحة للجمهور من خلال تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدرا للهواتف الذكية، الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما سيتوفر على الواتساب والتليجرام كبوت تفاعلي مدعم بالذكاء الاصطناعي. شكرا لك مهندسة. لا. تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رياديًا على صعيد تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل السادس، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تحضيرية لضمان انتقال سلس إلى هذه التقنية المتقدمة. أطلقت تدرا مؤخراً استراتيجية شاملة طويلة الأمد تهدف إلى وضع الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في تكنولوجيا الجيل السادس، وكما هو موضح في الوثيقة البيضاء للجيل السادس بعنوان الاتصال من الجيل القادم في الإمارات، التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وتمهد هذه الاستراتيجية الطريق للانتقال إلى الجيل السادس من تقنيات الاتصالات المتنقلة. استثمار موارد كبيرة في إنشاء مراكز بحثية متميزة، وأيضا تشكيل فريق عمل متخصص لتقنية الجيل السادس الذي سيركز جهوده في دمج الخبرات العالمية وتهيئة البنى التحتية الرقمية لتقنية الجيل السادس، كذلك تطوير إطار وآلية لتحفيز نمو الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات تقنية الجيل السادس بالتعاون مع الشركاء مثل الأوساط الأكاديمية، الجهات الحكومية، المشغلين، مزودي تقنيات الاتصالات العالمية المتنقلة. وسيشرح لنا المهندس محمد الحساني، مهندس أول الخدمات الحكومية في إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدرا. مرحبا بك مهندس. يمثل هذا التحول
إلى تقنية الجيل السادس 6G، قفزة ملحوظة للأمام في مجال الاتصالات اللاسلكية والاتصال. لكن أصلاً ما هو المقصود بتقنية الجيل السادس؟ الجيل السادس هو الجيل القادم من شبكات الاتصال اللاسلكية. نحن في دولة الإمارات لنا دور قيادي على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لو تذكر عزيزي، نحن السنة الماضية لما سجلنا بودكاست تكلمنا عن تجارب الجيل الخامس المتقدم، كنا نحن في دولة الإمارات من أوائل الدول اللي وصلت لسرعة 10 جيجا في الثانية، وواكبنا العصر في تطبيق الجيل الخامس المتقدم واللي إن شاء الله راح يرى النور قريبا في بداية 2025. لكن هذا ما يخلينا احنا نقف فقط عند الجيل الخامس المتقدم، دائما التقنية متطورة باستمرار. ولذلك نحن ارتئينا في هذه السنة نحن نشوف الجيل السادس، خصوصا مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في 2023. ناقشنا فيه موضوع اللي هو وضع أساسي أو معايير الجيل السادس. ولذلك نحن في دولة الإمارات ارتئينا نحن نكون لنا سبق في موضوع دراسة الجيل السادس ولأهميته الاقتصادية للدولة. الجيل السادس مثل ما قلنا هو الجيل القادم من أجيال الموبايل. تكلمنا في الحلقات السابقة عن الجيل الخامس والرابع وكل الأجيال السابقة. الجيل السادس راح يحقق قفزة نوعية مختلفة عن الأجيال القادمة من ناحية ربط العالم الافتراضي بالعالم الواقعي. مثلا لو أنت الحين عندك مثلا الفي آر، أنت عشان تعيش في العالم الافتراضي تلبس نظارة الفي آر وتحس أن أنت مثلا في غابة أو مثلا مسافر لدولة أخرى. بعدين هنا اللي الواقع اللي هو المعزز، أنت حاب تشتري نظارة، حاب تشتري ساعة، عن طريق بعض عن الواقع المعزز تقدر تشوف الساعة هذه كيف شكلها على إيدك، تقدر تشوف النظارة كيف شكلها على 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 وجهك. الواقع اللي يسمونه المختلط الميكست رياليتي اللي نشوف فيه كيف انت ممكن مثلا تصحى من النوم تفتح الشباك تشوف غرفتك مطلع على على طبيعه او على غابه او على نهر، هذا يسمونه الواقع المختلط. فالسكس جي راح يدعم شيء يسمونه الاكس ار، الاكستندد رياليتي، الواقع الممتد. تخيل عزيزي انك مثلا حاب تشتري بيت، بدل ما اراويك المخطط واراويك التصميم على الكمبيوتر، لا امسك ايدك ونشوف البيت هذا على ارض الواقع وامشيك فيه، أراويك الغرف وأراويك كيف تقسيمة البيت وأراويك التصميم الداخلي والخارجي، بعد أخذ منك أبروفل وأصمم البيت هذا بشكل كامل. هذه النقلة النوعية راح تحتاج منا بنية تحتية قوية جدا، وراح تحتاج منا نحن سرعات فائقة، وراح تحتاج منا نحن ليتنسي أو تأخير أو زمن استجابة قليل جدا جدا. فلذلك تقنية الجيل السادس راح تكون قفزة في الثورة الصناعية، وراح تضع دولة الإمارات، بما أن نحن بدينا في دولة الإمارات من الآن نفكر في هذا الموضوع من خلال المختبرات ومن خلال الأعمال اللي احنا نسويها، أن كيف نحن نكون من مصاف الدول المتقدمة في تطبيق التقنيات هذه والاستفادة منها اقتصاديا وصناعيا في الدولة. كيف ستسهم تقنية الجيل السادس 6G في القطاعات المختلفة مهندس؟ في جوانب جدا أخرى للـ 6G، يعني مثل الاستشعار يعني كيف أنت ممكن تستشعر الحرارة والرطوبة والأمور هذه كلها وانت موجود في مكانك. عملية اللي هي الاجتماعات التقليدية، احنا حاليا قاعدين نستخدم تيمز والبرامج اللي هذه للاتصال المرئي، بالمستقبل راح يكون عن طريق الهولوغرام، يعني تشوفني أنا أمامك ثلاثي الأبعاد كأني موجود معك، أنت موجود في الاستوديو وأنا موجود في بيتي وكأننا قاعدين نصور حلقة البودكاست هذه وكأننا نحن مع بعض، تشوفني وتشوف حركاتي وتشوف تعابير وجهي وكأني أنا قاعد جنبك. هذا راح يعني يساهم في نقلة كبيرة في موضوع اللي هو الاجتماعات. أيضا في القطاع الطبي مثلا العمليات الجراحية، لما أنت تبقى طلاب اللي هم الجراحين على سبيل المثال، يقدر يسوي لك عملية جراحية كاملة ويسوي لك جراحة كاملة عن طريق اللي هو الواقع الممتد، وباستخدام تقنيات اللي هي الجيل السادس راح تساعد القطاع الطبي في تطوير أعماله. أيضا من القطاعات الرئيسية اللي تحدد مستقبل الجيل السادس الشبكات المستدامة. نحن دائما في هيئة تنظيم الاتصالات نعمل مع توجهات الحكومة بالتوازي مع توجهات الحكومة في الاستدامة وفي تقليل انبعاثات الكربون وفي توفير الطاقة،
ولذلك من أهم الأشياء اللي تم دراستها في الجيل السادس كيف احنا نقدر نوصل الشبكات هذه بأقل مستوى من الطاقة وأقل انبعاثات من الكربون بشكل صديق للبيئة وما يأثر على البيئة، وحتى الإشعاعات هذه ما يكون لها تأثير سلبي على الإنسان أو المستخدم العادي. الاستشعار الشبكي، توفر أنظمة الاستشعار تصوير فائق الدقة، الأمر اللي ممكن يسهم في تحسين مخططات الاتصال، اللي يجعل شبكة الجيل السادس فريدة من نوعها من حيث قدرات الاستشعار. ما راح تعتمد فقط على الحواس اللي موجودة عندنا حاليا في الاتصال، راح يكون ممكن تستغل الحواس الخمسة المحاكية للحواس البشرية بتحسين التواصل الواعي بالسياق وتمكين مستخدمي الشبكة، يعني من خوض تجربة جديدة غير موجودة حاليا ولا تدعمها الشبكات الحالية. كذلك راح يساعد الجيل السادس في موضوع تجربة الاتصالات التجسيمية ثلاثية الأبعاد. تخيل عزيزي وانت تمشي تشوف مثلا العالم الافتراضي مدمج بالعالم الواقعي، بحيث انك انت تشوف الخريطة بشكل رباعي الأبعاد أمامك، تقدر تشوف ان هذا بنك وهذا يعني شارع وهذه سيارة وهذه، عن طريق دمج اللي هو المحاكيات اللي هي في الواقع الافتراضي مع الواقع اللي احنا نعيش فيه، راح يساعد بشكل كبير في التعرف والتواصل بين الأجهزة بينها وبين بعض وإنترنت الأشياء وتطوير تقنيات اللي هي المستقبلية. لذلك الجيل السادس مهم جدا يعني في تطوير هذه التقنيات. لكن أنا هني أحب أشير إلى نقطة، نحن الآن في بداية موضوع اللي هو الجيل السادس، إلى الآن يتم وضع المعايير والاتفاق عليها، لم يتم الانتهاء من هذا الموضوع. بعد ما يتم الانتهاء من المعايير سيتم دراسة آليات تطبيق المعايير هذه لتنفيذها في الجيل السادس. أيضا الشركات العالمية الكبرى حاليا قاعدة تنافس بينها وبين نفسها في تجارب اللي ممكن أو تصورات من الجيل السادس، كيف ممكن راح يكون الجيل السادس في المستقبل. الجيل السادس متوقع الانتهاء منه في من دراساته، متوقع قبل 2030، يعني نقول ممكن 2028 أو 2029 راح يبدأ ينتشر بشكل تجاري بعد 2030، وراح تبدأ تشوف الشبكات الجيل السادس موجودة عند الناس. أنا حبيت أتطرق لنقطة إلى دور الإمارات نحن في الجيل السادس. نحن في دولة الإمارات ارتئينا أن نشارك في صناعة الجيل السادس من خلال تعاوننا وشراكاتنا مع المختبرات الوطنية اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات، ولذلك تم التعاون مع عدد من المختبرات الوطنية من أبرزها جامعة خليفة وجامعة نيويورك وغيرها من الجامعات الموجودة في الدولة والمختبرات الوطنية الموجودة في الدولة، الاستفادة من خبرتهم وتجاربهم كيف احنا ممكن نساهم كدولة الإمارات في صناعة 6G. لما تكلمنا احنا في الحلقات الماضية عن موضوع 5G Advanced وكيف احنا في دولة الإمارات شاركنا في تجارب 5G Advanced، نحن الآن هذين خطوة أيضا للأمام، كيف احنا ممكن نشارك في صناعة 6G، شو الدراسات اللي ممكن احنا نقدمها في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف احنا ممكن نساهم في المنظمات الدولية 3GPP والاتحاد الدولي للاتصالات في تقديم دراسات يعني تساهم في تحديد معايير الجيل السادس. ولذلك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أصدرت الورقة بيضاء عن الجيل السادس، تحدد أو تحدد ملامح استراتيجية الجيل السادس في الدولة وتوجه الدولة، وأيضا تبين مدى استفادة الدولة من التقنيات اللي ممكن راح تكون مدعومة من الجيل السادس وأهميتها للاقتصاد الوطني وأهميتها للمواطن وأهميتها للدولة وإفادتها للمجتمع بشكل عام. شكرا لك مهندس، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة، ويمكنكم الاستماع للحلقات السابقة أو التعرف على خدمات الهيئة في الرابط الموجود بالوصف. لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم بخير.